السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، نعرض لحضراتكم فيها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. في الخبر الأول وهو عن تصاعد الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة في كردستان العراق. هذه الأحداث صاحبها سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف المحتجين نتيجة إصابتهم برصاص قوات الأمن. نشاهد هذا المقطع من تظاهرات المحتجين على تأخر صرف الرواتب في كردستان العراق. المقطع التالي لمتظاهري بابل وهم يؤكدون من خلاله التضامن التام مع المحتجين في كردستان العراق المطالبين بحقوقهم المشروعة. نشاهد هذا المقطع لمتظاهري بابل المتضامنين مع محتجي كردستان العراق، ومن ثم نذهب إلى التعليقات. وعد حق الهوك وسليمانية واربيل، حكومة الكتلة الكاكل لازم تشيل من الحلة لحد دهوك، من الحلة لحد دهوك اليوم الغيرة بينا، من الحلة لحد دهوك. من باب رد الفعل على هذه الفيديوهات التي شاهدناها وإياكم، مغردون عراقيون حثوا المواطنين عموما على الخروج بتظاهرات حاشدة في جميع المحافظات لمساندة المحتجين على تأخر الرواتب، ورفضا لتواصل فساد الأحزاب في كردستان العراق. تحديدا حثوا على الخروج يوم الجمعة القادمة بجمعة سموها جمعة السليمانية. نشاهد وإياكم بعض التعليقات حول وسم جمعة السليمانية والموجود على منصة تويتر. البداية بفاطمة التي كتبت: يجب أن نتوحد وإلا فستبقى قافلة الشهداء مستمرة في حصد أرواح الشباب الأبرياء. الآن إلى تغريدة ثانية. ثانية: منتظر يكتب الجمعة بالتحرير الساعة 2، نقف مع السليمانية ضد الظلم والقمع، شارك الهاشتاج. الآن إلى تغريدة ثالثة لحسين صبري يقول فيها: نفس قناص السلطة اللي قتل ثوار تشرين قاعد يقتل أحرار السليمانية. إلى التغريدة الأخيرة وهي من نصيب ريما، تقول فيها ريما: لازم نتوحد، إحنا شعب واحد، جمعة السليمانية. الآن إلى موضوع جديد نذهب إياكم. في استمرار مسلسل الاعتقال الذي يتعرض له الناشطون والمتظاهرون من قبل القوات الحكومية وميليشياتها، المقطع الذي سنشاهده الآن هو للمتظاهر زيدون أبو فراك، ويروي فيه تفاصيل اعتقاله وتعرضه للتعذيب الوحشي من قبل القوات الحكومية في نقطة تفتيش قرب قضاء البطحاء في ذي قار من أجل انتزاع اعترافات وتحت تهديد السلاح. نشاهد المقطع ولنا عودة. تظاهر زيدون: تم اعتقالي من سيطرة البطحة اللي على طريق الناصرية قبل 27 يوم تقريبا. كان بوقتها عندي معاملة أروح أطلع جنسيتي، لأن سابقا كنت مخطوف من قبل جهة من أحداث جراج السنق الكوسترات وغيرها، هاي السالفة اللي صارت قبل فترة، فأخذوا جنسيتي وغراض وموبايلي، فباقي أنا ما عندي جنسية لحد الآن، فرحت أمشي معاملتي، فلزموني بالسيطرة بدون لا دعوة قضائية، بدون لا أمر وقاء قبض، بدون أي شيء، مجرد أبو الاستخبارات المدني عرفني من شكلي، يعني يظل ملاحظ شكلي، قال اسمي، قلت له زيدون، من عرف اسمي وعرف شكلي نزلوه من السيارة التلفون، أخذوا موبايلي. لقيت نفسي بتحقيق استخبارات الإرهاب بالناصرية، بقيت تقريبا 3 أيام بالمحجر وحدي، يعني هاي الغرفة الانفرادية، وتعذيب نتي، كهرباء، مي بارد، جميع أنواع العذاب سووه.
يردون ينتزعون مني اعترافات انا ما مسويها. فاخر شيء ملوا من عندي ورا 3 ايام، اجي وبالاستخبارات قال شوف اذا ما تحكي الحكي اللي راح نقول لك بيه، وحتى لو رحت للقاضي وطلعك اعلسك مثل ما علسوا سجاد العراقي، يعني معناها يطيعني. المهم قلت له سيدي عوفني تعبت، اللي تريد انا احكي. المهم صعدون فوق بالطابق الثالث، شدوا عيوني وديقه وقعدت على ركبي، بقوا ينتلون بيئه. فقالوا لي اذكر هذه الاسماء، اعترف بان هذا عندهم دعم من الولايات المتحده الامريكيه، دعم من جهات سياسيه. المقطع الآتي أيضا في إطار تواصل ملاحقة النشطاء الذين يقفون إلى جانب حلمهم في ثورة تشرين وتتعرض إليهم الميليشيات والقوات الحكومية. طبعا كاميرا مراقبة وثقت لحظة مداهمة منزل المتظاهر عباس عودة من قبل القوات الحكومية في ظل استمرار حملات الاعتقال والاعتداءات ضد الناشطين والمتظاهرين بالناصرية. نتابع ومن ثم لنا عودة. هاي قوة طبت عليهم. طيب. هاي قوة قوة. هاي قوة طبت عليهم. طيب. هاي قوة قوة. هذه المقاطع التي شاهدتموها أعزائنا المشاهدين لم تمر مرور الكرام على منصة التواصل الاجتماعي، وإنما كان لها الصدى الواسع، حيث غرد العراقيون على منصة تويتر تحت وسم أوقف اعتقالات الناصرية للمطالبة بإيقاف حملات الاعتقال والاستهداف الذي يطال ناشطي ومتظاهري الناصرية من قبل القوات الحكومية والميليشيات. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي كتبت في هذا الموضوع. البداية مع صديق الذي يكتب: تلفيق الدعاوى الكيدية بحق المتظاهرين في ذي قار أمر مرفوض، ونحمل خلية الأزمة كافة المسؤولية في ذي قار، لن تخضع ونحذركم من شرارتها، أوقفوا اعتقالات الناصرية. أحمد جواد يكتب أيضا: لأنهم ما سمحوا للأحزاب ركوب موجة التظاهرات السلمية فقاموا بالاعتقالات والقنابل الصوتية التي تشهدها محافظة ذي قار. أما محمد كمال فيكتب: وتبقى الناصرية شوكة في عين الأحزاب. حسين العراقي يكتب أيضا: ثوار أحرار حنكمل المشوار، أوقفوا اعتقالات الناصرية. الآن إلى خريجي كليات الهندسة في محافظة البصرة الذين يرفضون التسويف الحكومي ويطالبون بضرورة الاستجابة لمطالبهم ويلوحون بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لهم. نشاهد هذا المقطع ولنا عودة مع التعليقات. تظاهرنا في بداية الشهر التاسع ولغاية اليوم، ونحن ننتظر أن تكون لكم وقفة جادة اتجاه قضيتنا. فنحن لا نرغب بلغة كتابنا وكتابكم، ونطمح أن تكونوا على إخلاص مع أبنائكم، ونحن نطمح على أن تكونوا على إخلاص مع أبنائكم شباب وبنات البصرة من الكوادر الهندسية التي تحملت الحر والبرد والمرض وهي تتظاهر من أجل حقوقها. هم أبناء البصرة يطالبونكم بحقوقهم. كون موازنة 2021 تعتمد بنسبة 90% على النفط. على مر الأيام السابقة لم نسيء التصرف لأحد ولم نتجاوز على أحد، والكل يشهد بأننا أصحاب أنفس منضبطة وخلق رفيع. أما الآن فقد طفح الكيل وجزعت الأنفس، ولهذا نحن نحدد لكم بأن يوم الخميس هو آخر يوم لتصديق وعودكم التي وعدتمونا بها. على الفيديو الذي شاهدناه علق مواطنون عراقيون على نفس الموضوع في منصة فيسبوك وأبدوا تضامنهم مع هذه الشريحة، أي شريحة المهندسين في ظل التسويف الحكومي لهم. نشاهد أبرز ما اخترنا لكم من تعليقات كتبها عراقيون على فيسبوك.
البداية مع محمد جاسم الذي يكتب: كان الله في عونهم وإن شاء الله سيحققون مطالبهم المشروعة بتكاتفهم ووحدتهم. الآن إلى تعليق آخر لمصطفى عياد يقول فيه: ربي وفقكم منصورين إن شاء الله. أما مينا فكتبت: لا نبحث سوى عن إنصاف هويتنا الهندسية في محافظة الخير البصرة، المهندسين بكافة الاختصاص يطالبون بحقوقهم، المهندسون المتظاهرون أمام نفط البصرة الزقورة. نتابع الآن التعليق الأخير لمنتظر يقول فيه: كفاكم سلبا للحقوق، كفاكم تهميشا لمهندسي البصرة، لقد ضاقت صدورنا من الظلم، أين حقوقنا؟ اعتصامات مهندسي البصرة. إلى الموضوع الأخير، حيث تظاهر عدد كبير من شيوخ العشائر والناشطين والصحفيين والطلاب في قضاء الزبير للمطالبة بالقضاء على الفساد الحكومي وتحسين الواقع الخدمي المنهار في المحافظة. تظاهرات في قضاء الزبير احتجاجا على الفساد الحكومي. نشاهد هذا المقطع ولنا عودة مع التعليقات. عشائر البصرة ثانية 2020 في رد فعلهم عن هذا المقطع الذي شاهدناه وإياكم، انتقد عراقيون على منصة فيسبوك الواقع الخدمي المتدهور في محافظة البصرة وجميع المحافظات العراقية نتيجة الفساد الحكومي في ظل الحكومات المتعاقبة. الآن نقرأ معا بعض التعليقات على منصة فيسبوك، ستظهر التعليقات تواليا وتباعا. البداية بتعليق لسارمد يقول فيه: لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من أوصل بلدنا إلى هذا الحال. أما نقيب علي دليمي فيكتب: العراق إلى الهاوية، ما دامت هذه الحكومة هي من في يدها سدة الحكم. إلى جواد النصراوي الذي كتب: الله ينتقم من الحكومة الظالمة والأحزاب الفاسدة. إلى التعليق الأخير الآن نذهب إياكم، وهو من نصيب محمد ياس يقول فيه: ماكو أي تغيير، كل عام أسوأ من عام. إذن حالة من السخط واليأس والإحباط على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تواصل الفساد الحكومي وعدم الاستجابة إلى مطالب مئات الآلاف من المواطنين، من النشطاء، من المحتجين الذين يطالبون بعراق يتسع لهم جميعا. وتهمتهم الوحيدة للأسف أنهم يريدون العراق لا غير. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة أنت ترى. في فقرة أنت ترى، طلب المتظاهرون المعتصمون أمام مستودع الفاو في البصرة والمطالبون بالاستجابة، أو المتظاهرون عموما طلبوا بالاستجابة لهم وتعيينهم في الشركات النفطية، حيث قاموا بالتصعيد من تظاهراتهم، وذلك بخروجهم أمام منزل وزير النفط للمطالبة بشمولهم بالتعيين. نتابع. متظاهرين مستودع الفاو النفطي أمام بيت وزير النفط المهندس إحسان عبد الجبار يطالبونه بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بهم على شركة نفط البصرة لعدم شمولهم وتهميشهم من قبل وزارة النفط وشركة نفط البصرة، ولم يشملوا ضمن حصة 2000 درجة وظيفية التي أطلقها محافظ البصرة فقط على مركز المدينة وباقي الأقضية. أما قضاء الفاو لم يشمل في هذه الحصة، على الرغم أكثر من سنة معتصمين بالطرق السلمية للمطالبة بحقوقنا المشروعة ووجود منشآت نفطية ضمن الحدود الإدارية لقضاء الفاو. متظاهرين الفاو بعد انقطاع السبل
من مناشدات الحكومة المركزية والحكومة المحلية في محافظة البصرة ومناشدة السيد الوزير لحل قضيتهم اللي عالقة صار لها أكثر من سنة مع تصميم أمام مستودع الفاو وأمام أرصفة الفاو النفطية. اليوم ارتأوا أنه لابد من أنه تكون وقفة أمام منزل السيد وزير النفط لإيجاد الحلول والوقوف على العلة. لا نعلم هل هنالك مشكلة خاصة مع قضاء الفاو. الآن إلى صندوق الوارد ونقرأ عليكم الرسالة التي أرسلها إلينا أحد المواطنين عبر بريدنا، نقرأها عليكم تماما كما وصلتنا بلا تزييف ولا تحريف ولا تهوين ولا تهويل، النص كما وصلنا من مصدره. يقول فيها المواطن الذي أرسل إلينا بهذه الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهات متنفذة تابعة للأحزاب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على ابتزاز وغش المواطنين بمنح أو منح بطاقة رواتب الإعانة الاجتماعية، يرجى نقل معاناة المواطنين وكشف هذه الجهات الفاسدة. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية وهي فقرة تويتر، ابقوا معنا. غرد ناشطون على منصة تويتر تحت اسم يوم الولاء للوطن للتعبير عن حبهم وتمسكهم بالوطن وعدم المساواة أو عدم المساومة على ذلك، مؤكدين مضيهم في إكمال مسيرة الثورة حتى تحقيق المطالب، رافضين كذلك محاولات الأحزاب والميليشيات تشويه صورة المتظاهرين والثورة، حيث دعوا من خلال هذا الوسم إلى رفع العلم العراقي في كل مكان وعلى السيارات والشوارع في العراق يوم غد الخميس. نتابع وإياكم أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني أو الهاشتاج، وهو يوم الولاء للوطن. البداية بمينا الذي كتب: حب الوطن لا يمكن قمعه بالرصاص الحي أو الصوتيات، كلما اشتد الظلم كلما رأيته يتوهج في قلوب الشعب الوطني، سنعلن ولاءنا وحبنا للعراق يوم الخميس المقبل. إلى تغريدة ثانية وهي لروان، تقول فيها: انتماؤنا وولاؤنا للعراق فقط، لن نكون ذيولا أو عملاء لأي دولة أخرى. الآن إلى سجى التي كتبت: رغما عن الفساد الوطن يعلو على كل شيء. والختام مع نور علي الطائي الذي كتب: أنا الولاء للوطن، أنت منو يوم الولاء للوطن. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام الآن إلى الفقرة الأخيرة من تواصل دوت كوم، وهي فقرة القصص المنوعة، ابقوا معنا. في فقرة القصص المتنوعة وهي آخر فقراتنا في تواصل دوت كوم، نشاهد معكم هذا المقطع من إنتاج شبكة ميم، ويتحدث عن أثر اللغة العربية في مفردات لغات كثيرة حول العالم.
متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟ خبراء يتوقعون التاريخ والشروط. نشاهد المقطع الذي أعدته شبكة هسبريس. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي تواصل.com. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بإذن الله بموفور الصحة وتمام العافية. دمتم في أمان الله. إلى اللقاء.